مرحبا يا حلوين، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير فطيرة الجبنة. عنا كوب حليب فاتر، نص كوب زيت نباتي، 3 أكواب طحين، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة طعام خميرة، ملعقتين طعام سكر، 3 معالق طعام لبن. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. بحط الحليب، كمان السكر والخميرة، بخلطهم مع بعض. بتركن 5 دقايق لتتفاعل الخميرة وبنرجع منكف. بعد ال5 دقايق هلا بخلطها شوي، بحط الزيت النباتي، كمان اللبن، بيكنج باودر، ملعقة صغيرة ملح، بخلطهم مع بعض. بحط طحين، بسم الله، راح احط بعد فوق النص كوب طحين. بعجنهم منيح بالايد. بسم الله. بس صار عندي عجينة بهذا الشكل. هلا بدنا ندهنها زيت. عندي زيت نباتي، بغطي ايدي بالزيت النباتي، بعملها بهيدي الطريقة. بدنا نشيلها من هيدا الجات، نحطها بجات نضيف. بعملها بهذه الطريقة لتطلع الفطيرة طيبة وهشة من قلبها خفيفة. لازم تكون العجينة شوي طرية. بحط زيت بهيدا الجات كمان. هلا بنحط العجينة. بحطها بمطرح دافي وبتركها لتخمر اقل شي ساعة. بعد ما خمرت العجينة بدنا نكفي انا وياكم. بقسمها قسمين. بسم الله، هذا الشكل بقسمه على النص. عندي صينية البيتزا بدهنها زيت نباتي. مد العجينة،
بعد ما مدت العجينة هلأ بتركها ترتاح حوالي 5 دقايق. بعد ما ريحت العجينة بهيدا الشكل حوالي 5 دقايق، هلأ بدنا نعملها مع بعض. نعملها بشكل دائري بالأصابع. بهيدي الطريقة ممكن كمان جيب ملعقة اعملها بهيدي الطريقة، شايفين كيف؟ بعد ما عملتها بهيدا الشكل عندي هون بيضتين مع ملعقة صغيرة زعتر يابس بدهنا، هيدي بس لتعطي لون وطعم كتير رائع. أكيد عم حمل الفرن على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. هون عندي جبنة تركية وجبنة شدر، ممكن نحط جبنة بيضة، ممكن نابلسية، ممكن أي نوع جبنة متوفر عنا. بعملها هيك، بدي فت هيدي الجبنة البيضة ناعمها شوي. هلأ بحط الجبنة بهيدا الشكل، بضغط على الجبنة بكبسها وبجمعها، شفتوا كيف؟ عم بضغط على الجبنة. هلا رح احطها بالفرن. اول فطيرة عملتها بجبنة، رح اعمل هيدي الفطيرة بزعتر كمان نفس الشي، مندهنها بحط الزعتر. هلا كمان بحطها بالفرن. هول الفطاير اخذوا بالفرن حوالي 13 دقيقة، أكيد حسب كل فرن. لنشوف مع بعض كيف طلعوا. بسم الله. هيدي العجينة وهيدي كمان من الأسفل، لون رائع جدا. شفتوا شو طرية وشو كتير كتير رائعة. هول الفطاير اللي عملتهم أنا وياكن. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.